لم يتبقى الكثير على نهاية أحد أعظم المسلسلات، مسلسل النجاة The Walking Dead. أيام تفصلنا عن الأحداث التي تحدثوا عنها نجوم المسلسل ونهاية الرحلة الطويلة التي دامت 12 عاما. لهذا سأقدم لكم بعض الحقائق عن مسلسل The Walking Dead. هيا لنبدأ. الحقيقة الأولى، هناك العديد من الشخصيات المشهورة بالمسلسل غير موجودة بالكوميكس مثل داريل وساشا. الحقيقة الثانية، تم عرض العمل في البداية على قناة HBO لكن تم رفضها من قبل مسؤولي القناة لكونها تحتوي على الكثير من العنف. الحقيقة الثالثة، عند تصوير مشاهد للموتى أي الزومبي يجب على الممثلين ألا يرمشوا أو يتنفسوا، ويتم إضافة أصواتهم باستديو خاص لاحقا. الحقيقة الرابعة، إلى جانب المكياج الاحترافي لا تقوم مخلوقات الزومبي بالتنفس ولا ترف بأعينها، لذا توجب إزالة كل رفة عين أو بخار ناتج عن التنفس في الجو البارد في الإنتاج النهائي، حتى أن الضجة التي يحدثها الزومبي تمت إضافتها لاحقا على المشاهد، أي أنه عندما تم تصوير المشاهد كانت الأصوات تقتصر على خطوات الأقدام فقط، ومن ثم تمت إضافة أصوات الزومبي في المونتاج. الحقيقة الخامسة، في الموسم الأول كانت الفكرة أن يكون للسائرون ذكاء، لكن تم إلغاء الفكرة بعد طرد المخرج فرانك دارابونت. الحقيقة السادسة، لم تستخدم كلمة زومبي أبدا في المسلسل. الحقيقة السابعة، معظم الحلقات يكلف إنتاجها 2.75 مليون دولار ويتم التربح أثناء العرض ما يقرب 11 مليون دولار. حقيقة الثامنة، بديل شخصية كارل في المشاهد الخطيرة امرأة تبلغ من العمر 31 عاما. الحقيقة التاسعة، هناك مدرسة خاصة بالمسلسل لتعليم خطوات وحركات الزومبي للممثلين. الحقيقة العاشرة، في إحدى الحلقات استخدم ميرل سنايبر وظنوا من في الجوار أنه قاتل مأجور. الحقيقة الحادي عشر، السيارة التي استخدمها غلين هي نفس السيارة التي استخدمها والتر وايت في مسلسل بريكينج باد. الحقيقة الثانية عشر، المنتجين يضعون أصوات السائرون بعد التصوير. الحقيقة الثالثة عشر، داريل كان من المفترض أن يؤدي شخصية ميرل لكن رفض وتم صنع شخصية داريل له. الحقيقة الرابعة عشر، لحم البشر الذي يأكلونه الووكرز لحم خنزير منقوع في الخل. الحقيقة الخامسة عشر والأخيرة، في أول مشهد ظهرت فيه ميشون لم تكن ملامحها واضحة، والسبب هو أنه لم يتم اختيار الممثلة التي ستقوم بدورها في ذلك الوقت. والسلام.